دلوقتي نروح مع حضراتكم لمنى، تعرفنا اخبار الطقس وكمان اسعار العملات والذهب النهارده. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا هدير. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير يا منى. اكيد النهارده الطقس مختلف، الحلقه اصلا عن الطقس، فما زال حر يعني في ارتفعت درجات الحراره عن امبارح درجه واحده، وارتفعت عن اول امبارح 3 درجات، فواضح ان احنا داخلين في موجه حر في الايام اللي جايه. خلينا نشوف التفاصيل اكتر. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. زي ما احنا متعودين بنبدأ بالدولار الأمريكي، 18 جنيه 22 قرش للشراء، 18 جنيه 30 قرش للبيع، 19 جنيه 17 قرش للشراء لليورو، 19 جنيه 26 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 64 قرش للشراء، 22 جنيه 75 قرش للبيع. الفرنك السويسري 18 جنيه 27 جنيه 27 قرش للشراء و18 جنيه 36 قرش للبيع. الريال السعودي 4 جنيه 85 قرش للشراء، 4 جنيه 88 قرش للبيع. الدينار الكويتي 59 جنيه 33 قرش للشراء، 59 جنيه 77 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي 4 جنيه 96 قرش للشراء، 4 جنيه 98 قرش للبيع. واليوان الصيني 2 جنيه 70 قرش للشراء، 2 جنيه 71 قرش للبيع. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فخلينا مع بعض نتعرف الذهب سجل كام. عيار 18 سجل 903 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1053 جنيه للعيار 21، عيار 24 سجل 1203 للجرام، والجنيه الذهب سجل 8424 جنيه. ودلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وهيكون في النهاردة نشاط رياح على كافة الأنحاء في الجمهورية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، والأقل هتكون في بورسعيد 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.